هلا والله، حلقة اليوم من خمسة أشياء راح نتكلم عن خمسة إيستر إكس اكتشفت بعد وقت طويل في الألعاب. يعني لعبة نزلت وبعدين بعد فترة طويلة اكتشفوا الإيستر إك، والإيستر إك بكل بساطة هو عبارة عن سر أو خلينا نقول حاجة لطيفة وضعها المطور داخل اللعبة على أساس فانز اللعبة يكتشفونها. خلونا نبدأ. أول لعبة معنا هي لعبة باتمان أركام سيتي، واستغرق أن الناس يكتشفون هذا الإيستر إك مدة 3 سنين. في شخصية اسمها كليندرمان داخل اللعبة وتلقاه في السجن. طبعا كل ما تروح له يعطيك كلام مختلف أو هنقول حوار مختلف حسب التاريخ اللي انت تروح له فيه في موسم الأعياد. مثلا لو تحب الكريسمس راح يعطيك حاجة عن الكريسمس، تروح له مثلا بنيو يير يعطيك حاجة عن نيو يير. لكن كان في إيستر إيج فيه ما حد قدر يكتشفه إلا لما استوديو روك سيتي بنفسهم علموا الناس كيف يسوونه. كذلك تسوي انك تغير تاريخ الجهاز إلى ديسمبر 13 2004، وهذا التاريخ هو التاريخ اللي تأسس فيه استوديو روكستدي. ولما تسوي كذا راح يجيك حوار من كليندرمان يتكلم عن لعبة أركام نايت القادمة، وفي هذا الوقت كانت اللعبة أصلاً ما حد يدري عنها شيء ولا أعلن عنها لسه، فهذا كان إيستر إيج ممتاز لما اكتشفه. ثاني لعبة معانا هي لعبة هيلو 3، واستغرق اكتشاف هذا الإيستر إيج مدة 7 سنين. في مطور داخل الاستوديو اسمه ادريان بيريز، وهو اللي حط الايستريك هذا. الايستريك هذا لما تسويه راح تطلع لك رساله هابي بيرثدي لورين. مين لورين هذه؟ ما اعرف صراحه، بس احتمال تكون يا انها حبيبته او زوجته. كيف تطلع هذا الايستريك؟ نفسه ادريان بيريز هو اللي قدر يصرح فيه بعد ما الناس ما اكتشفوه فتره طويله. كان لك تسويه انك تحط تاريخ الجهاز الى ديسمبر 25، او انك تلعب باليوم هذا، وبعدين وقت شاشه التحميل تضغط على زر الازرار الانالوج مع بعض على داخل، وراح تطلع لك المسج اثناء شاشه اللودينج زي ما تشوفون قدامكم. ثالث لعبه معنا هي ليجند اوف زيلدا لينك تو ذا باست على سوبر نينتندو. نينتندو باور مجله كانت مره مشهوره ايام التسعينات، كانت مسويه مسابقه بحيث ان الشخص الرابح راح ينحط اسمه في لعبه مجهوله للسوبر نينتندو، وبعدين تبين ان اللعبه المجهوله كانت ليجند اوف زيلدا لينك تو ذا باست، واستغرق اكتشافها اكثر من 10 سنين. طبعا مو محدد الوقت لانه يقول لك ان اكتشفوها في بدايه الالفينات. اللعبه صدرت في 1991، فاحتمال تكون 13 سنه 12 سنه 14، ما حد يدري. البطل الفايز كان اسمه كريس هوليهان، وهذا الفايز كرموه وحطوا اسمه في اللعبه. لكن كيف توصل له؟ لازم تسوي جلتش معين في اللعبه، والجلتش هذا راح يوديك غرفه كلها روبيز، كلها فلوس، ولما تجمع فلوس هذه كلها راح تلقى زي لوحة على الجدار، لما تضغطها راح يجيك اسم الفائز اللي هو كريس هوليهان. ورابع لعبة معانا هي لعبة فاينل فانتسي 9. فاينل فانتسي 9 معروف انها لعبة RPG مرة مشهورة، كثير ناس لعبوها، واستغرق ان الناس يلقون هذا الايستر ايج 13 سنة. في كوست مختفي اسمه النيورو براذرز او الاخوان نيرو. كانك تسوي انك تلقى الاخوان هذول في اماكن معينة في اللعبة مجهولة، يعني أماكن مرة متفرقة ولا تفكر فيها، يعني في مكان ما يمديك تفكر أن هذا في شخص. فلما تلقاهم كلهم الثلاثة راح تلقاهم بعدين في المدينة، وهناك راح تلعب معهم لعبة بحيث أنك تقدر تطلع أي واحد فيهم مين، يعني هم يقلبون نفسهم، يعني تقول هذا نيرو وهذا زينرو وهذا دينرو. ولما تخلص تفوز راح يعطونك جائزة اللي هي البروتكت رينج، يعني الجائزة نفسها ما تسوى، فما أدري ليش هذا التعب كله على إيش. واخر لعبة معانا هي لعبة بانش اوت. اللعبة هذه نزلت على جهاز النينتندو انترتينمنت سيستم او النس، او بما يعرف عندنا بجهاز الكمبيوتر العائلة. اللعبة نزلت في الثمانينات، واستغرق اكتشاف هذا الايستر ايج 22 سنة. واللي صرح او فضح الايستر ايج هذا هو الراحل بريزيدنت حق النينتندو الراحل ساتورو ايواتا. ساتورو ايواتا قال ان لما تتهاوش مع بولد بول، شخصية اسمه بولد بول اصلا تشوفون قدامكم، راح يكون في ناس يصورون في الجمهور. لما تشوف الفلاش يتصور يطلع على طول اضغط زر الاتاك ويضربه بوكس ويطيح على طول ذاك. فشوف الفلاش اضرب بوكس على البطن ويطيح على طول. هذه كانت هي. فالناس اندهشوا من هذا الشيء وقاموا يدوروا من نفسهم. في واحد يوتيوبر في سنة 2016 بالضبط ابريل 8 2016، اسمه ميد ويسترن هاوس وايفز، اكتشف انه في المباراة مع بيستن هوندا شخصية ثانية ايضا راح يكون في تلميحة ثانية، وهي هالتلميحة شوفوا فيها تعقيد شوي فركز شوي. في الجمهور راح يكون واحد عنده لحية، هو الوحيد اللي عنده لحية في الجمهور كله. هذا الشخص راح ينزل راسه تحت كأنه يقول نعم
أو خلينا نقول ينوت، يند راسه كذا تحت. لما يهز راسه تحت على طول اضغط زر البانش مع البادي بحيث انه يطق بطنه ويطيح على طول. فأقول مرة ثانية، يهز راسه بوكس يطيح على طول. فهذه كانت حاجة عجيبة وصراحة بالثمانينات لو تفكرون فيها وما حد اكتشفه من 22 سنة حاجة جدا مدهشة. وهذه كانت حلقتنا الخمس أشياء، قولونا عجبكم الحلقة وعطونا لايك إذا عجبتكم أيضا وشاركوها مع اللي تحبونه. طبعا إذا عندكم ألعاب ثانية تعرفونها حنا ما نعرفها في إيستر إكس رهيبة حطوا تحت بالكومنتس، على أساس إن شاء الله لما نسوي الحلقة الثانية راح نحط أنت اسمكم في الفيديو يطلع أنكم أنتوا قلتوا عنها اللعبة. كان معكم فهد الشيحة، شكرا مثلا فيديو ثاني على قناة ترو جيمينج، مع السلامة.